نتائج كرة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023 أسفرت عن مجموعات نارية للغاية. في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم قرعة دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2022-2023، واستضافت مدينة اسطنبول التركية القرعة اليوم، ويشارك 32 ناديا في دوري المجموعات، وتم تقسيمهم إلى 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، ويتواجد في دوري المجموعات أقوى الأندية العالمية. وتنطلق مباريات دوري المجموعات يوم الثلاثاء 6 سبتمبر. وإليكم الآن نتائج كرة دوري المجموعات للموسم الجديد. في المجموعة الأولى إياكس الهولندي وليفربول ونابولي ورينجرز. المجموعة الثانية بورتو البرتغالي، أتلتيكو مدريد، باير ليفركوزن، كلوب بروك. المجموعة الثالثة بايرن ميونخ، برشلونة، انتر ميلان، فيكتوريا. المجموعة الرابعة انتراخت فرانكفورت وتوتنهام، سبورتينغ لشبونة، مارسيليا. في المجموعة الخامسة ميلان، تشيلسي، سالزبورغ، دينامو زغرب. في المجموعة السادسة ريال مدريد، شختار، لايبازيغ، سلتيك. في المجموعة السابعة مانشستر سيتي، أشبيلية، بروسيا دورتموند، كوبنهاجن. في المجموعة الثامنة باريس سان جيرمان، يوفنتوس، بنفيكا، ميكابي حيفا. متابعينا الكرام مستنيين آراءكم في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.